السلام عليكم طلابي الاعزاء، معكم الاستاذ محمد عبد الوهاب مدرس مادة الفيزياء. اليوم درسنا الفصل الاول المتسع. بالبداية خلينا نستذكر بعض الاشياء البسيطة اللي درسناها، المفاهيم البسيطة اللي درسناها في الصف الثالث، منها الشحنات. الشحنات كلنا نعرف تتكون من نوعين، شحنة موجبة وشحنة سالبة. الشحنة الموجبة تتمثل بشحنة البروتون، والشحنة السالبة تتمثل بشحنة الإلكترون. كلنا نعرف أن الذرة تحتوي على نواة، نواة الذرة بروتونات نيوترونات. بروتونات شحنة موجبة وتدور حول النواة، الإلكترونات شحنتها سالبة. تتحول الذرة إلى أيون موجب إذا فقدت إلكترونات، وتتحول الذرة إلى أيون سالب إذا اكتسبت إلكترونات. والكثير من الأمور اللي درسناها في الصف الثالث حنستذكرها في الفصل الأول هو فيزياء الصف السادس أحياء. الفصل الأول كاباسيتر، شابتر 1 كاباسيترز المتسعات. المتسعة خل أشرح شوية مفهومها بالعربي بعدين نحول اللغة الإنجليزية. المتسعة هو جهاز بسيط يتكون من صفيحتين، الصفيحة الأولى بشحنة موجبة والصفيحة الثانية بشحنة سالبة. تستخدم لغرض خزن الطاقة الكهربائية وخزن الشحنة الكهربائية. قبل ما يخترعون أو يكتشفون المتسع ذات الصفيحتين المتوازيتين، كان بالبداية يستخدمون جسم منفرد لخزن الشحنات، بس لقوا بمساوئ ما فادتهم، فاضطروا يصنعون المتسع ذات الصفيحتين اللي هي موضوع الفصل الأول. الفصل الأول يتحدث عن المتسعة، كيف تشحن، كيف تفرغ، كيف تربط، ما الغرض من استخدامها، ما هي أشكالها، ما هي أنواعها إلى آخره، وبها بعض المسائل الرياضية. Chapter 1 Capacitors. Capacitors the spherical shaped single insulated conductors. الجسم الكروي الموصل المعزول المفرد. Can store a limited amount of electric charge. يمكنه خزن كمية محددة قليلة من الشحنات الكهربائية. And adding more charges وإضافة مزيد من الشحنات، الشحنات ترمز بحرف Q. And adding more charges Q will inevitably يؤدي حتما lead to increase the potential of conductor V. المصطلح الأول اللي درسناه هو الشحنة الكهربائية ترمز بالحرف Q والجهد يرمز بالحرف V. Amount of charge represented by Q and effort or potential of conductor جهد الموصل V. شنو العلاقة بين Q و V؟ احنا قلنا زيادة الشحنات يؤدي إلى زيادة الجهد. That's mean that the relation between Q and V is directly proportional. العلاقة تردية، زيادة الشحنة يؤدي إلى زيادة الجهد. Adding more charges Q will inevitably lead to an increased potential of conductors V. In specific distance على بعد معين. خل نشوف اشرح لك اياها على الرسم. جسم كروي معزول يحتوي على كمية معينة من الشحنات. هذا الجهد الثاني خلينا نقول، وهنا نقطة اللي هي الجهد الأول على بعد R من مركز الشحنة.
البعد R distance and spherical shaped conductors and oscillated V represent to the potential of this object and V1 represent to the potential of the second object. الجسم المجاور للجسم الكروي كان يكون هواء أو أن يكون فراغ أو قد يكون أي جسم آخر. زيادة مقدار الشحنة يؤدي إلى زيادة الجهد. صار عندي جهد عالي من هذه الجهة وجهد واطئ من هذه الجهة. إذا سينتج عندي فرق جهد دلتا في بين الجسم الكروي المعزول الموصل وبين الفراغ أو الهواء على بعد معين R. إذن ممكن أن نحسب دلتا في يساوي V2 minus V1. زيادة V2 كان يكون كامل بداية 8 ناقص الاثنين كان يساوي 6 فولت. الجهد فرق الجهد أو جهد يقاس بالفولت. عند زيادة جهده سيؤدي إلى زيادة فرق الجهد. كان بالبداية فرق الجهد 6 صار فرق الجهد 8. زيادة الشحنات يؤدي إلى زيادة جهد الجسم الموصل على بعد R ويؤدي إلى زيادة فرق الجهد. أنت علاقة بين المجال الكهربائي وفرق الجهد. المجال الكهربائي مثل ما درسناه في الصف الثالث E equal دلتا V على دي. دي هنا المسافة، أيضا هنا R ترمز للمسافة. إذا دلتا في زيادة دلتا في بسبب زيادة الشحنة ازداد الجهد ازداد فرق الجهد يؤدي إلى زيادة المجال الكهربائي. نرجع للصبورة. ليش؟ spherical shaped single insulated conductor can store a limited amount electric charge. صفة الصفات الجسم الكروي المعزول هو can store limited amount of electric charge. شو حيصير لما ضفنا and adding more charges will lead to increase the potential conductor. إضافة مزيد من الشحنات يؤدي إلى زيادة مقدار جهد الجسم على بعد معين R in specific distance R from the center of the charge as in the following equation. وحسب المعادلة التالية، المعادلة شو تقول؟ تقول جهد جسم يتناسب طرديا مع مقدار الشحنة. كل ما زيدنا الشحنة ازداد الجهد على بعد معين R. في أكبر K هنا مر علينا هي كولوم كونستانت، ثابت كولوم يساوي 1 over 4 باي ابسلون نوت. هذا الرمز يقرأ ابسلون نوت معناها السماحية الكهربائية. ابسلون نوت is permittivity of vacuum سماحية الفراغ. K equal 1 over 4 باي ابسلون نوت. ابسلون نوت رمزها هالشكل ابسلون نوت ترمز لبرميتيفيتي اوف فاكيوم سماحية فراغ وإلها قيمة مقدارها 8.85 times 10 to power negative 12 at measured by Coulomb square over Newton time square meters.
العلاقة التي تصف علاقة الجهد، جهد الجسم الكروي مع الشحنة هي علاقة طردية. كما زيدنا عدد كمية الشحنة تزداد طرديا معه جهد الجسم. إذن عندي معادلة V equal K times Q over R، يقدر يكتب الشكل الآخر V equal 1 over 4 by epsilon naught times Q over R. K represent to the Coulomb's constant and epsilon naught represent to the permittivity of vacuum. Permittivity of vacuum هي السماحية الفراغ، ولها قيمة 8.85 times 10 to the power negative 12 Coulomb square over Newton times meter square. يمكن الآن أن نسأل سؤال: Can a single spherical conductors are used to store electric charges and why؟ هل يمكن الجسم الكروي الموصل أن يستعمل لستور إلكتريك تشارجز ولماذا؟ أكيد لا. العلماء تشفر أنه يخزن كمية قليلة فلا يمكن أن يستخدموه used to store electric charges. Answer: It's not possible because it store a limited amount of electrical charges and when the electric charge of the single conductors increase، يعني زيادنا الشحنات، the conductor voltage or potential or effort، كلمة effort استخدمها في كتاب الصف الثالث متوسط، يشير إلى الجهد الكهربائي. الجهد الكهربائي أصفه بثلاث كلمات من الممكن: voltage, potential و effort. زيادة الشحنات يؤدي إلى زيادة مقدار الجهد، increase the conductor potential. According to the relation V equal K times Q over R، V potential equal Coulomb constant times amount of charges over R the distance. Therefore the electrical potential, the electric potential difference، هنا المصطلح دلتا في يختلف عن في. الفي هو جهد الموصل الواحد المفرد، بينما دلتا في، دلتا في هي فرق الجهد بين موصلين، بين نقطتين، كما أخذنا في الدارة الكهربائية بين بطارية مثلا، بطارية قطب سالب وقطب موجب، فرق الجهد بين القطب السالب والقطب الموجب، بطارية سيارة فرق جهدها 12 فولت. Therefore, the electric potential difference, delta V, between it, يعني بين الجسم and any other mediums، وبين أي وسط آخر كالهواء مثلاً، يزداد فرق الجهد. زيادة الشحنة يؤدي إلى زيادة الجهد، وبالتالي يؤدي إلى زيادة delta V، فرق الجهد between it and any other mediums. Then, the electric field، نادخلنا على electric field أيضا يزداد، and then the electric field increases، زيادة الشحنة يؤدي إلى زيادة الجهد ويؤدي إلى زيادة فرق الجهد الجسم عن أي وسط آخر مثل الهواء، وبالتالي يزداد قيمة المجال الكهربائي بين الجسم والوسط المجاور له. Then the electric field increases the extent that is discharged، إلى الحد الذي يصبح فيه تفريغ كهربائي. الجهد، زيادة الشحنات، يؤدي إلى زيادة قيمة الجهد عن الوسط المجاور له مثل الهواء على بعد R من مركز الشحنة. زيادة الشحنة يؤدي إلى زيادة فرق الجهد و
ويؤدي إلى زيادة الجهد ويؤدي إلى زيادة فرق الجهد بين هاي النقطة والنقطة الثانية. دلتا في من زاد عندي علاقة تقول electric field equal delta V over R زيادة شحن يؤدي إلى زيادة الجهد، وبزيادة الجهد يزداد فرق الجهد، وبزيادة فرق الجهد يزداد المجال الكهربائي. التفريغ الكهربائي من المسؤول عنه؟ مسؤول عنه المجال الكهربائي. عند زيادة المجال الكهربائي يؤدي إلى حصول الشرارة الكهربائية أو التفريغ الكهربائي. يمكن أن نسأل سؤال آخر. Why not your single conductors to store electrical charges؟ لماذا لا يمكن استخدام الجسم المفرد في خزن الشحنات الكهربائية؟ أو نغير الصيغة. Question: Why a single conductors is rarely معناها نادرا used to store electrical charges؟ السؤالين والسؤال إنه قبلهن إجابتهن واحدة، بسبب أنه زيادة الشحنات يؤدي إلى زيادة جهد الموصل على بعد R من الوسط المجاور له، ويؤدي إلى زيادة فرق الجهد، وزيادة فرق الجهد تؤدي إلى زيادة المجال الكهربائي، وزيادة المجال الكهربائي يؤدي إلى حصول التفريغ الكهربائي عبر المسافة R. سؤال: What happens when we add more charges Q to the spherical shaped single insulated conductors؟ ماذا يحصل عند زيادة الشحنات للجسم الكروي الموصل المعزول؟ An electrical discharge، سيحدث تفريغ كهربائي. كلمة تفريغ كهربائي تعطى بالكلمة discharge، خذناها بصف الثالث. An electrical discharge occurs، يحدث تفريغ كهربائي بسبب an increase potential of the conductor V and the specific distance R from the center of the charge as the according to the following equation. تكتب له مع كل شرح، مع كل سؤال، مع كل إجابة تكتب له المعادلة V equal K times Q over R. ناخذ سؤال آخر. What is the relationship between the charge of conductor and effort or and potential؟ ما هي العلاقة بين جهد الموصل والشحنة؟ لاحظ من المعادلة إنه العلاقة طردية. الجواب مالته كل بساطة direct proportion، وتكتب له V equal K times Q over R. سؤال آخر: It's possible to build a device store a large amount of electrical charges and store electrical energy؟ هل يمكن بناء جهاز يمكنه خزن كمية كبيرة large amount of electrical charges and can store large amount of electrical energy؟ هل يمكن بناء جهاز يخزن شحنات كهربائية بكمية كبيرة وطاقة كهربائية؟ نعم يمكن، بواسطة نظام يتكون من صفيحتين، الصفيحة الأولى موجبة والصفيحة الثانية سالبة. البداية كان عندنا مفرد يا أما شحنة موجبة كروي، يا أما شحنة موجبة يا أما شحنة سالبة. في هذه الحالة، حالة متسعة لحالة رسب هذا الفصل، تم بناء صفيحتين متقابلتين مستويتين متوازيتين، في كل منهما تحمل شحنة كهربائية. يمكن خزن الشحنات الكهربائية والطاقة الكهربائية بين صفيحتها أو بين المجال الكهربائي. It's possible to build a device to store a large amount of electrical charges and electrical energy. Yes, of course, by build
assisted of two conductors, consists from two conductors of any shape. في أي شكل كان يكون مستطيلات مربعات أي شكل كان بس أهم شيء يكون يتكون من صفيحتين مو مفرد لا صفيحتين. It's used. Then these two conductors are separated. هذه الصفيحتين هذه الموصلين مفصولان by insulators واسطة عازل. Either أما vacuum or أما فراغ or air هواء or electric insulators. Electric insulator هنا في هذا الفصل العازل الكهربائي electric insulators يسمى dielectric معناها عازل كهربائي. This device can store a positive charges on the side of the conductor and store a negative charges on the other side of conductors. نلاحظ هنا صفيحتين، صفيحة الأولى شحنة سالبة والصفيحة الثانية شحنتها موجبة. مين يجيب الشحنات الصفيحة الأولى والصفيحة الثانية؟ أكيد بتوصيل الصفيحة الأولى بالقطب السالب لبطارية والصفيحة الثانية بالقطب الموجب لبطارية. الصفيحة التي تربط بالقطب السالب ستشحن بشحنة سالبة والموجبة، والصفيحة التي تربط بالقطب الموجب ستشحن بشحنة موجبة. كيف يمكن شحن المتسعة؟ يمكن شحن المتسعة بطريقة ربطها، ربط احدى الصفيحتين بالقطب السالب والصفيحة الثانية بالقطب الموجب. What is meant by the capacitor؟ هذا السؤال كلاسيكي، ما المقصود بالمتسعة؟ And what are its shapes؟ ما المقصود بالمتسعة وما هي أشكالها؟ سؤال مهم ولازم تفرق بين أشكالها وأنواعها. أنواعها سنأخذها لاحقا في دروس قادمة، أما الآن يسألك تعريف المتسعة وأشكالها. الجواب: It's device used to store a large amount of electrical charges and electrical energy inside the electric field. It's device used to store a large amount of electrical charges and electrical energy inside the electric field. تعريف هنا انتهى. يجيك سؤال مما تتكون؟ يا اما الاثنينات يا اما يقول لك عرفها او مما تتكون. تبغى تجيب سؤال واحد. And it consists of pair. Pair معناها زوج من الالواح اثنين. Or more ويمكن ان استخدام اكثر. لكن في هذا الفصل سندرس المتسعة التي تحتوي على صفيحتين زوج of the parallel plate separated by insulators. تتكون من زوج أو أكثر من الصفائح المتوازية مفصولة بعازل كهربائي. هاي الصورة. شوفك أشكال اللي أنت شايفها بحياتك اليومية، أشكال المتسعات منها الكبير ومنها الصغير جدا. أكيد الموبايل الصغير جبك حاطين عشرات المتسعات داخله، يستخدم أجهزة تستخدم متسعات صغيرة، أما المحركات العملاقة الكبيرة ممكن تستخدم متسعات ربما أكبر من الموجود بالصورة. يجيك سؤال: list or state the shape of capacitors. عدد أنواع أشكال المتسعة الكهربائية. أشكالها الرئيسية ثلاثة: two parallel plate capacitor، وهاي هي موضوعنا الرئيسي في الفصل الأول. هاي هي موضوع الفصل الأول. النوع الأول two parallel plate capacitor، المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين. والنوع الثاني two centered cylinder capacitor، الاسطوانتين المتركزين، اسطوانة داخلها اسطوانة. والنوع الثالث two
سنترد بولز كباستر كرة بداخلها كرة. سؤال: What is the purpose of كباستر؟ ما هو الغرض من المتسمع؟ من خلال تعريفها تقدر تعرف شنو غرضها. غرضها هو خزن الشحنات الكهربائية، خزن كميات كبيرة من الشحنات الكهربائية والطاقة الكهربائية. It's device used to store a large amount of electrical charges and electrical energy inside the electric field between its two plates. بين صفحتين داخل المجال الكهربائي وبين صفيحتين. نلاحظ هنا الصفيحة الأولى والصفيحة الثانية. الصفيحة الأولى ربطت بقطب موجب، الصفيحة الأولى ربطت بقطب موجب، والصفيحة الثانية ربطت بقطب سالب. اللي ربطت بالموجب صارت موجبة تحمل شحنات موجبة، والصفيحة الثانية اللي ربطت بالسالب تحمل شحنات سالبة. أكيد سيتكون مجال كهربائي. المجال الكهربائي يتكون بين الشحنة الموجبة وباتجاه الشحنة السالبة. أخذت بالفصل بالصف الثالث أنه المجال الكهربائي بين صفيحتين سيتكون مجال كهربائي. موجبة، صفيحة موجب، صفيحة آسف، صفيحة سالب. هذا المجال الكهربائي. Take a direction from the positive plate toward the negative plate, or take direction from the positive charge toward the negative charge. Here we have two charges, first one positive and second one negative. The electric field take direction from the positive toward the negative charge. What's the difference between this electric field and this electric field? This electric field is irregular. It's irregular electric field. Sorry, regular electric field. And this electric field, irregular electric field. هذا مجال كهربائي منتظم، هذا غير منتظم. أخذناها بصف الثالث. المجال الكهربائي بين الشحنتين نقطيتين غير منتظم، أما المجال الكهربائي بين سطحين مستويين متوازيين يكون منتظم. سيتكون هنا انحناء بسبب قوة تنافر بين خطوط المجال الكهربائي. هذا الانحناء ما يعتبر غير منتظم، يهمل بسبب البعد R بين الصفيحتين أصغر بكثير من أبعاد أو طول الصفيحة الواحد. المجال الكهربائي منتظم، الصفيحة الأولى موجبة لأنها ربطت بالقطب الموجب، والصفيحة الثانية سالبة لأنها ربطت بالصفيحة السالبة. Here the distance between two plates represent by D. D represent to the distance between the first plate and negative plate. And A represent to the area and measured in square meter. الكل صفيحة لها مساحة، والصفحة الثانية أيضا لها مساحة معينة، ودي يمثل البعد بين الصفيحة الأولى والصفيحة الثانية. The two parallel plates capacitors. دخلنا احنا بالمفيد. حنشرح الصفيحة المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين. The two conductors separated by dielectric are usually straight. وهي عادة مستوية and the form of parallel. مستوية ومتوازية مثل ما رسمناها قبل شوية.
This is the simplest and most commonly used of the capacitors. أشهر والأكثر استعمال هي المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين اللي هي موضوع دراستنا لهذا اليوم. نجي تعريفها، يجيك سؤال what's the meant of the two parallel plates capacitor، ما المقصود بالمتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين؟ الجواب it consists of two equal conductors، تتكون من موصلين متساويين متوازيين parallel and oscillated. Oscillated معناها معزول وليس عازل، هي مادة موصلة من معدن. Oscillated يقصد انه معزولة عن اي جسم اخر، معزولة عن الارض مثلا. Each with an area، لكل واحدة والصفيحة لها ايش؟ مساحة. Separated by distance d، area measured by square meter and d measured by meter. And equally but oppositely charged. الصفيحتين متساويتين بالشحنة ومختلفتين بالنوع. And equally but oppositely charged. ومفصول متساويتين بالشحنة ومختلفتين بالنوع. Remember, in most practical applications, the plates are not charged. Firstly, في بداية تطبيقات العملية تكون المتسعة غير مشحونة. شلون نشحنها؟ To charge them, يشحنهما أول نقطة. One of the plates is connected to the positive pole of the battery, so it shows or gain a positive charge. And its effort is positive. مثل ما عرفنا effort معناها جهد. The other plate is connected to the negative pole of battery, so it's gain a negative charge and its effort negative. نرجي على تطبيق عملي ل شحن المتسعة حتى نشوفها. شحن المتسعة كمثال لشحن المتسعة، شوف هنا بطارية، الصفيحة الأولى الصفيحة الثانية ما مشحنات بالبداية. شو نشحنهن؟ نربط الصفيحة الأولى بالقطب الموجب والصفيحة الثانية بالقطب السالب. خلينا نربطها ونشوف. لاحظ هنا أن الصفيحة الأولى أخذت شحنة موجبة والصفيحة الثانية أخذت شحنة سالبة. شو حيصير لو عكست قطبية البطارية؟ خلينا نعكسها ونشوف. بنعكسها الصفيحة صارت الأعلى العلوية صار إيش؟ شحنتها سالبة، والصفيحة السفلية صارت شحنتها موجبة. أعيد التجربة، نعكس القطبية موجب صارت قطب موجب صارت موجبة، وهاي السالبة صارت مع قطب السالب. نعكسها انعكست الحالة. ناحية شحنت صفات هاي المتسعة both charges position on the opposite surface. هنا نقطة مهمة، دي أقول لك كلا الشحنتين كلا موقع الشحنتين on the opposite surface of the plate. شو معناها؟ معناها أنه المكان الشحنات سيكون في جهتين متقابلتين مع بعضهما بسبب قوة التجاذب بين الشحنات المختلفة. نجاه الشحنة الأولى، العفو الصفيحة الأولى والصفيحة الثانية. الصفيحة الأولى مشحونة بشحنة موجبة والصفيحة الثانية مشحونة بشحنة سالبة. لاحظ هنا أنه مكان
الشحنات سيكون على السطح الداخلي المتقابل مع الصفيحة الأخرى. موجب يكون موجب إلى إيش؟ إلى سالب. ترسم لي على موجب 6، ترسم لي هنا سالب عددهن 6. من ترسم لي تكتب لي 10، لازم أيضا هنا 10 حتى تعرف أن القيم الشحنة متساوية ولكن مختلفة في النقط. هيجيك السؤال both charges position، كلا موقع كلا الشحنتين on the opposite surface of the plates because of the attraction force among this charge، بسبب قوة تجاذب بين الشحنتين. The both plates have the equal بالشحنة and different charge different بال no different charge. The area of each one is A, represent to the area by A and represent to the D, the distance by D. شوف هذا الشكل، positive charge plate positive Q and negative charge plate negative Q. The first place connect to the positive pole and then second plate connect to the negative pole. هنا ايضا تكمل لي بعض الملاحظات. All points of one plate with equal effort or equal potential. لماذا؟ All points of one plate with equal effort. كل نقاط الصفيحة تكون متساوية الجهد. لماذا؟ Because it's made of conductive and insulated materials. بسبب أنها مصنوعة من مادة موصلة ومعزولة. Generate between the high effort or high potential plate, positive plate, and the low effort plate, negative plate. Generate between the high effort متمثلة بالpositive plate and the low effort or low potential متمثلة بالnegative plate. Electric potential difference يتكون بين يتشكل بين صفيحتين فرق جهد يرمز له بدلتا في. Its amount depend on the charge or depend on the amount of charge stored in any of the capacitor plates. شوفنا احنا اختار كلمة in any of the capacitor plates. في احدى الصفيحتين. خليني اوضح مثال بسيط صغير. انه الشحنة شحنة المتسعة. من نقول شحنة المتسعة قصدنا على شحنة الصفيحة الواحدة. لأن مثل ما احنا نعرف حالي بالتالي انه الشحنة الصافية تساوي صفر. خلينا نعرف شلون. Generates between the high effort plate positive plate and the low effort negative plate electric potential difference. Electric potential difference delta V generate between the positive plate and negative plate and its amount ومقدار وقيمة delta V depends on the amount of charge which stored in any of the capacitors plate. The electric field المجال الكهربائي between the plates of the parallel straight plate capacitors it's considered يعتبر regular electric field. مثل ما قبل شوية وضحت انه المجال الكهربائي بين الصفيحتين يكون او يعتبر انه ايش regular electric field، يعتبر مجال كهربائي منتظم. If the distance حقق شرط. If the distance D
between the two plates is very short compared to the dimension of the plate. And irregularity, وعدم انتظام, electric field lines at the edge is ignored. وعدم انتظام electric field على الحافات يهمل. ليش؟ يقولك why we ignore the irregularity of electric field at the edge of the two plates. The answer, because the d distance between the two plates is too small compared to the dimension of the one plate. بين المسافة d بين صفيحتين صغيرة جدا مقارنة ببعد أو طول أو قياسات الصفيحة الواحدة. مثلا الصفيحة الواحدة 10 سنتيم, البعد بيناتين 2 ملي أو 3 ملي أو نصف سنتيم 5 ملي. إذا نشوف نقارن أن البعد دي 2 ملي أو 3 ملي صغير جدا بالنسبة لطول المتسعة اللي طولها 10 سنتيم أو 15 سنتيم على سبيل المثال. The electric field between the plates of the parallel straight plates capacitor is considered a regular electric field if the distance d between the two plates is very short compared to the dimension of the plate, and the irregularity وعدم انتظام the electric field lines at the edge of the is ignored. نرمز للمتسعة برمزين متوازيين متساويين بالطول و أو بأحدهما منحني صغير أو واو الآخر مستقيم. كيف نرمز للمتسعة؟ نرمز المتسعة بهذا الشكل, خط مستقيم ويقابله خط مستقيم آخر وهاي متسعة, أو الشكل الآخر منحني وأيضا هاي هو رمز المتسعة في الدوائر الكهربائية التي سنأخذها في تتمة هذا الفصل الأول. How to charge the capacitor with two parallel plates? Answer, to charge the capacitor with two parallel plates by connect the first plate with positive pole and its gain positive charge, and the second plate connect to the negative pole and its gain a negative charge. ربط الصفيحة الأولى بالقطب الموجب ستكتسب شحنة موجبة, وربط الصفيحة الثانية بالقطب السالب ستكتسب شحنة سالبة. To charge them, one of the plate is connect to the positive pole of battery, so it shows positive charge, and the other plate connect to the negative pole of the battery and it shows a negative charge. Why the net charge on the two plates equals zero? لماذا صافي الشحنة على الصفيحتين صفر؟ بالرياضيات عندك موجب 4 زائد سالب 4 ايش قد يساوي؟ يساوي صفر. لا, نفس الحالة, الصفيحة الأولى 4 مايكروكولوم بوزيتيف موجب 4 مايكروكولوم, الصفيحة الثانية نيجاتيف 4 مايكروكولوم. الصفيحة الأولى 4 مايكروكولوم, الثانية نيجاتيف 4 مايكروكولوم, صار صافي الشحنة صفر. إذا من أقول شحنة متسعة مشحونة بالشحنة مقدارها 4 مايكروكولوم, قصدي أن الصفيحة الواحدة شحنتها 4 مايكروكولوم. Why the net charge of the two plates equal zero? Because both two plates have equal amount of charge and difference in time. Why neglect the electric field irregularity at the edge of the parallel plate capacitor? لماذا يهمل عدم انتظام المجال الكهربائي على حافتي المتسعة
المتسعة المتوازية السبحتين سبحتين متوازيتين because the distance between the two plates very small compared with the dimension plate or plate dimension. Where are the positive and negative charge in the capacitors? أين يقع تقع مواقع الشحنة الموجبة والشحنة السالبة؟ نقول the charges are located on the opposite surface of the two plates due to the attraction force between those charges. Why are all points of the one plate with equal effort? لماذا كل نقاط الصفيحة الواحدة بجهد واحد؟ Because it's made of conductive and insulated materials.